مساءكم خير. مساءنا النهاردة باللون الأحمر، المدرجات مليانة حماس على مدار ساعات طويلة فاتت، يمكن لحد دقايق قبل ما نسجل الهدف الأول كنا بنقول إيه ده، إحنا بنحتفل قوي قوي كده ليه؟ لكن واضح جدا أنه الطاقة الاحتفالية والطاقة الإيجابية اللي كانت مالية الاستاد والمدرجات النهاردة انعكست على الدقايق الأولى من اللقاء. وحالا دلوقتي وأثناء مباراة مصر والسنغال بدأت كده جماهير مصر تتفائل وتتطلع إلى النتيجة اللي احنا منتظرينها. طبعا مصر النهاردة متوقعة ايه في لقاء الذهاب؟ النهاردة في 5 مباريات ذهاب، فمصر النهاردة متوقعة انها تؤدي نتيجة تريحها جدا في لقاء العودة. النهاردة مهمة الفراعنة في المباراة هي الانتصار وتسجيل وتحقيق عدد من الأهداف يضمن لنا عودة مريحة في لقاء مرة أخرى هيكون بين مصر والسنغال يوم الثلاث المقبل. لو فزنا بمجموع المباراتين طبعا كده مصر بتضمن أنها تصعد رسميا إلى كأس العالم في قطر 2020. الملفت جدا لتصفيات السنة دي أو التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، حضراتكم عارفين طبعا أنه التأهل لكأس العالم كل قارة بيتأهل عنها مجموعة من البلاد، لكن السنة دي في حضور عربي قوي جدا في تصفيات كأس العالم قطر 2022. في 5 منتخبات إفريقية مفروض أنهم هيتأهلوا بعد ما يعبروا مراحل التصفيات اللي آخر مرحلة ليها هي المباريات اللي بتجرى حاليا. احنا النهاردة في مباريات مصر والسنغال اللي حالا دلوقتي بتحصل على أرض مصر، الجزائر والكاميرون، غانا ونيجيريا، الكونغو الديمقراطية والمغرب، مالي وتونس. كل مباريات الذهاب زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة، كل مباريات العودة هتكون يوم الثلاث اللي جاي. حتى أنه النهاردة كان يوم حافل جدا حتى على مستوى التصفيات الأوروبية، لأنه مثلا في منتخبات غابت زي منتخب إيطاليا وكانت برضو يعني مباريات نتائجها مفاجأة، وكانت هزيمة من منتخب مقدونيا. فالمنتخبات العربية بقى خلونا نفكر ونركز كده، الفرص الهامة جدا للمنتخبات العربية أنها تشارك في المونديال. السنة دي 5 منتخبات عربية موجودة في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم. طبعا بصعود الخمس بلاد دي هيكون في 6 منتخبات عربية في التصفيات، لأنه البلد المضيف هي قطر طبعا موجودة في كأس العالم دون تصفيات. المنتخبات العربية المشاركة هي بترتيب بقى من تأهل خلاص، بنقول مبروك للسعودية لأنه تأهلت رسميا امبارح. مصر زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة ويوم الثلاثاء اللي جاي هم هيكونوا الفيصل مين اللي هيكسب. طبعا الفوز النهاردة هيمهد لمباراة أسهل كمان. الجزائر والمغرب وتونس كمان هم المترقب نتائجهم. اللي فاكر، وانا متاكده ان كل اللي بيتابعوا الكوره بيبقوا فاكرين، لكن طبعا كل اللي بيتابعوا الكوره دلوقتي بيتفرجوا على الماتش، فاحنا بقى الناس اللي مهتمين بالارقام والتحليلات خلونا نفتكر مع بعض نسخه مونديال روسيا 2018 اللي كان فيها مشاركه قياسيه للمنتخبات العربيه، ودي كانت اعلى مشاركه في 2018، لكن واضح ان 2022 هتبقى اعلى كمان، هيكونوا 6 منتخبات. ف 2018 كنا 4 منتخبات، كانت مصر، المغرب، السعوديه وتونس. كاس العالم المرتقب في قطر 2022 مفروض انه يقام في الفتره من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر. لحد دلوقتي المنتخبات اللي تأهلت لكأس العالم 19 منتخب من أصل 32، باقي في المنافسات النهائية اللي بتجرى على مدار الأسبوع 13 تأهل لمنتخبات جديدة. مين اللي صعد لحد دلوقتي لكأس العالم؟ قارة أوروبا، ودايما بيبقى العين على قارة أوروبا، المنتخبات المتميزة والمنافسة الشديدة دائما واللي طول الوقت فيها مفاجآت. السنة دي 10 منتخبات، ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، أسبانيا، صربيا، إنجلترا، وسويسرا، وهولندا. عدد المتأهلين من قارة آسيا السنة دي 5 منتخبات بعد تأهل كوريا الجنوبية وإيران واليابان والسعودية وطبعا قطر وهي البلد المضيف.
أمريكا الجنوبية كانوا نجومها حاضرين كالعادة، البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي والإكوادور. وعدد المنتخبات اللي مشاركة زي ما قلنا لحضراتكم 19 منتخب، آخرهم اللي انضم بعد منافسات العودة أوروغواي والإكوادور، والثنائي تأهلوا عن قارة أمريكا الجنوبية في الساعات الأولى من اليوم النهاردة. يبقى نتيجة ماتش النهاردة ثم نتيجة ماتش العودة يوم الثلاث بالنسبة لمئة مليون مصري. أعتقد أنه مباراة مصر والسنغال الماضية كانت درس كبير لينا. النهاردة الأجواء حماسية جدا وفيها قدر كبير من التفاؤل. الناس مش بس موجودين في الستاد بيتابعوا المباراة، وفي حالة من التواجد والحضور الراقي اللي افتقدناه بقالنا فترة طويلة، لكن كمان عودة إلى المشاهدة الممتعة لمجموعات الناس في أماكن كتير. النهاردة في تجمعات حقيقية كتير، وإحنا كده بنودع كابوس كورونا، بقى في تواجد بأكتر أريحية. زميلنا العزيز محمود جميل موجود دلوقتي في المركز الأولمبي في المعادي، ممكن بقى يوصف لنا الأجواء. لا بس هو الحقيقة هو في قلب الأجواء، مش هيوصف لنا الأجواء، هو هيورينا الأجواء. مساء الخير عليكي محمود، وقول لنا إيه الأخبار وردود الأفعال كمان بعد الهدف الأول لمحمد صلاح. مساء الخير عليك يا دينا، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة. يمكن زي ما قلت، يمكن أجمل حاجة في ماتش النهاردة هي عودة الجماهير، مش بس في استاد القاهرة لكن كمان في الأماكن المختلفة في القاهرة. احنا موجودين دلوقتي في المركز الأولمبي بالمعادي زي ما قلتي، ويمكن بمجرد ما محمد صلاح أحرز الهدف الأول كان في كمية فرحة وكمية تشجيع غير عادية، لدرجة ان كان في لسه يعني جماهير يتوافدوا على المركز هنا لحضور المباراة، كانوا بيجروا من الفرحة علشان طبعا يشوفوا الهدف بتاع محمد صلاح، وكلنا يعني كنا فرحانين يعني طايرين من الفرحة الحقيقة بسبب الهدف الأول، لأن دي بشرة خير إن احنا نبدأ تهديف في الدقائق الأولى من المباراة. والحمد لله حتى الآن أداء المنتخب المصري عظيم جدا، صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد عاملين أداء يعني رائع جدا في خط الهجوم. الجماهير هنا متفائلة تفاؤل كبير جدا، لانه يعني عارفين بقيمه المنتخب الوطني، وعارفين بقيمه اللعيبه اللي موجوده، مش بس محمد صلاح ولكن كل اللعيبه اللي موجودين ان شاء الله هيكونوا رجاله ويقدروا ان هم طبعا يفرحونا النهارده. الجماهير حتى وانت جايه واحنا جايين قصد من في الشارع متوجهين الى المركز الاولمبي بالمعادي، الاعلام اللي موجوده في الشارع، الجماهير اللي ابتدت ان هي اللي بيروح الكافيه واللي هيقعد في البيت واللي هيبتدي ان هو يستعد طبعا ان هو يتفرج على المباراة، كلهم متحمسين جدا، كلهم عندهم يعني جرعة تفاؤل كبيرة جدا. ويمكن زي ما انت متابعة من خلفي دلوقتي، الجماهير متفاعلة جدا مع الفرص اللي موجودة داخل المباراة. ويمكن احنا لما اتكلمنا مع الجماهير هنا كلهم متفائلين بان المنتخب ان شاء الله النهاردة يقدر يحقق يعني بفارق اهداف كبيرة جدا. الناس كمان في ناس هنا كبيرة جدا في السن بتقول احنا النهاردة كنا بندعي للمنتخب المصري ان هو يحقق الفوز النهارده ويفرحنا، وده مش بعيد على المنتخب المصري، لان يعني اكيد انت عارفه مواجهتنا امام السنغال يعني بتقول ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نحقق الفوز النهارده. وزي ما انت قلت كمان يا دينا، ان احنا نرجع بالاجواء تاني لكاس العالم، تصفيات كاس العالم 2018 لما محمد صلاح هو اللي فرحنا وصعدنا في الدقيقه الاخيره لمونديال روسيا 2018، واجواء 2006 كمان لما قدرنا ان احنا نحقق فوز على السنغال بهدفين بفارق هدف. فالنهارده الاجواء ممتعه جدا، الناس هنا يعني على اعصابها، وكمان عندها يعني امل وتفاؤل ان شاء الله المنتخب المصري يكمل مشواره ويقدر ان هم يحرزوا كتير من الاهداف طبعا علشان نكون فايزين بفرق اهداف كبير جدا، استعدادا طبعا لمباراه الاياب اللي هتكون طبعا في السنغال. فبالتالي النهارده في حاله تشجيعيه كبيره جدا موجوده لدى الجماهير، ويمكن يعني زي ما احنا شايفين
شايفين دلوقتي في بعض الفرص وبعض يعني الجماهير متابعه بترقب لاي فرصه قريبه من يعني الحارس حارس السنغال، وتشجيع بكل قوه وبروح عاليه جدا لتحقيق الانتصار النهارده، خاصه طبعا ان مستر كيروش بيسعى ان هو يحقق الصعود الاول مع المنتخب الوطني لكاس العالم، وهيكون الصعود الخامس في تاريخه طبعا للصعود لكاس العالم. فبالتالي احنا بنشجع المنتخب وبنؤازر وبنساند المنتخب مش بس في استاد القاهره ولكن في كل الاماكن وكل الاجواء، يعني حاله من الروح العاليه والتفاؤل كبيره جدا ان شاء الله تكتمل بالفوز والفرحه الكبيره النهارده باعلان فوز المنتخب المصري امام السنغال. انا بشكرك يا محمود، وعايز اسالك بس عشان انا واضح ان انت محظوظ جدا واقف في حته كده فيها حاله من الهدوء النسبي دلوقتي بعد ما الناس احتفلت خلاص، المشاركه في الجو البرد ده في مشاركه من النساء ومن الاطفال ومن الكبار والصغيرين، احكي لنا بقى التشكيله العمريه اللي موجوده النهارده واللي بتتابع الماتش في الجو البرد ده. يمكن ده المميز في المكان اللي أنا موجود فيه الحقيقة، كل الفئات العمرية موجودة هنا، سواء بنتكلم على الشباب أو البنات أو السيدات أو حتى يعني كبار السن من الرجال، كل الفئات العمرية موجودة هنا، خاصة المركز الأولمبي للمعادي بيستضيف الفترة دي طبعا بعض اللاعبين الرياضيين وبعض المنتخبات زي منتخب الكاراتيه عشان عندهم طبعا بيستعدوا لبعض البطولات. فهنا كل الفئات المشاركة، رياضيين من سيدات من فئات عمرية صغيرة، كل الناس هنا بتشجع المنتخب وكل الناس موجودة سواء مثلا يعني صغير أو كبير، الحقيقة كلهم موجودين بيؤازروا وبيساندوا المنتخب الوطني. ويمكن أحد كبار السن زي ما قلت لك لما اتكلمنا معاه قال لي أنا النهاردة كنت بدعي كتير جدا وبصلي كتير جدا علشان المنتخب المصري يفوز. لما سألنا بعض الفئات العمرية من الشباب كلهم متحمسين للفوز وبيقولوا إن شاء الله خط الهجوم هيعمل النهاردة يعني شغل عالي جدا، ومتوقعين كمان ان المنتخب الوطني يفوز ب 2-0 في المباراه. الحمد لله جبنا هدف وان شاء الله هنجيب اهداف ثانيه، لكن احب اطمنك ان كل الاعمار تقريبا موجوده زي ما انت شايفه ايدينا دلوقتي، سواء البنات او الشباب، كل الفئات العمريه موجوده، كلهم جايين النهارده علشان يشجعوا المنتخب الوطني، كلهم جايين بيقولوا النهارده تحيا مصر وبيشجعوا المنتخب من كل قلبهم. بشكرك، بشكرك يا محمود، شكرا جزيلا، وتحيا مصر في كل الحالات واحنا معاهم في كل الحالات، بس النهارده بدايه مشجعه وموفقه جدا. بشكرك يا محمود واسيبك تكمل بقى متابعه الماتش، وان شاء الله نسمع منك اخبار حلوه تاني في ختام الحلقه. مراسلنا وصديقي العزيز كريم بيبرس مصر الجديده، مساء الخير عليك يا كريم، واحكي لي مصر الجديده طول الوقت اجواءها شبابيه كده وحاضره، طمنا على شكل الاحتفال والمشاركة وعدد الناس، وعايزين نشوف كريم بيحتفل فين وازاي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الفل يا دينا، اكيد دايما ببقى مبسوط جدا حقيقي وانت معايا، يمكن دايما ببقى متفائل جدا، ويمكن التفاؤل ده كان باين فعلا في اول المباراه في اول 4 دقائق بهدف محمد صلاح، زي ما حقيقي الجماهير كانت متوقعه وزي ما الجماهير كانت حاطه الامال الكبيره جدا على النجم العالمي محمد صلاح. لكن النهارده احنا النهارده الجمهور واقف ورا المنتخب كله، المنتخب كله على قلب رجل واحد الحقيقه. لكن في اول 4 دقائق محمد صلاح أثبت أن المنتخب المصري قادر على الوصول لمنتخب لكأس العالم، قادر على ان هو الحقيقه يعيد الامجاد مره تانية. الحقيقه الجماهير، يمكن انت كنت سالتي زميلي العزيز محمود جميل على الاعمار، فعلا الاعمار يمكن انا رصدتها النهارده هنا من مصر الجديده في نادي النصر، بدايه من 7 سنين متواجدين فعلا الاطفال الشباب الصغيرين لحد الرجال الكبار والسيدات، الشباب موجودين، الولاد والبنات كله قاعد بيتابع الحقيقه هنا في نادي النصر، كله كتير منهم ماسك العلم المصري، في كتير اللي متدفي الحقيقه، يمكن زي ما ذكرتي برضو الجو فعلا برد جدا، يعني بيدفي نفسه بعلم مصر، الشوارع كلها مليانه بعلم مصر، كان في سقف عالي جدا من التفاؤلات، سقف عالي جدا من الطموحات والاماني لوصول المنتخب المصري، يمكن على عكس المحللين الرياضيين اللي كانوا بيرجحوا الحقيقه التعادل النهارده
او حتى فوز منتخب اسود الترانجا طبعا السنغال، لكن الحقيقه دايما المنتخب المصري موجود في استاد القاهره اللي هو استاد الرعب بالنسبه للمنتخبات المختلفه اللي بتيجي تلعب على استاد القاهره. كانوا قادرين ان هم يفرحوا الشعب المصري، دي خطوه اولى مهمه جدا لتاهل كالمنتخب لكاس العالم 22 في قطر. زي ما قلت خمس منتخبات عربيه هيكونوا مشاركين النهارده. مصر حطت يمكن زي ما بيقولوا المسمار الاول في طريقها لكاس العالم 2022. الحقيقه لما اتكلمت كمان مع الجماهير الموجوده هنا كان في كتير توقعات بهدف او اتنين، وفي ناس كان عندها سقف عالي جدا من الطموحات للوصول لثلاث واربع اهداف الحقيقه النهارده، خصوصا بالاعتماد الكبير على محمد صلاح. كارلوس كيروش الحقيقه دايما بيفاجئنا بتغييراته الغير متوقعه في التشكيله المنتخب المصري. دايما المنتخب كنا متعودين على عمر مرموش بيكون متواجد دايما اساسي بشكل اساسي وتريزيجيه بيكون بديل، فاجئنا النهارده بوجود تريزيجيه في اول المباراه، وده بيثبت ضغط مهم كبير جدا. كمان وجود عمر جابر في الدفاع مكان عمر كمال برده كان اثبات مهم جدا. اذا النهارده كله متكاتف، سواء المنتخب واضح وانا بتكلم معاكي كمان يا دينا في هجمه مهمه جدا، واضح يعني الجماهير قادر تسمعها طبعا، تفاعل كبير جدا، واضح انه كان في هجمه كمان او احتماليه هدف تاني، والدفاع السنغالي استطاع ان هو ينقذ الكره. عشان كده فعلا في توقعات كبيره جدا بفوز النهارده المنتخب المصري بكمان اكتر من هدف واحد. انا يعني زيك كده، وزي ما انت قلت من كل التحليلات والتوقعات كنت واحده من الناس اللي بقول نهدي سقف التوقعات شويه، لكن واضح جدا انه منتخبنا عنده خطه هجوميه حقيقيه ترفع سقف التوقعات. واضح كمان ان المشجعين رافعين سقف التوقعات جدا، يا رب بقى يرجعوا مجبوري الخاطر. انا بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا كريم بيبرس من مصر الجديده، وهنرجع لك مره تانية ان شاء الله واحنا بنتابع اجواء المباراه وبنتابع كمان تطور الاحداث وكل جون ان شاء الله. نرجع كده لزمايلنا ومراسلينا اللي موجودين دلوقتي بيتابعوا مع المصريين في الشارع. على مدار 90 دقيقه احنا منتظرين ومتوقعين، وعلى مدار 90 دقيقه احنا عارفين وواثقين انه كل المحاولات محمودة جدا، وكل النتائج هي الكرة زي ما علمونا كده زمان هي الكرة جوان. فاحنا منتظرين نتائج حقيقية، وكتير من التحليلات كانت بتتقال على الأداء، ويمكن درس الهزيمة الأخيرة من السنغال يكون هو درس الانتصار، وهو يكون دافع الانتصار النهاردة. يا رب كل النصر لمصر. لحظات ونكمل معاكم التاسعة. كعادة محمد صلاح في الحديث عن كرة القدم، فمحمد صلاح حاجز مكانه طول الوقت، حاجز مكانه كمان بأخبار إيجابية. ما هوش نجم الأخبار الجدلية ولا نجم الأخبار السلبية ولا حتى نجم الباباراتزي والصحافة الصفراء، طول الوقت نجم أخبار إيجابية وأخبار عن تنقلات صلاح حتى اللي على مدار الفترة اللي فاتت بتتقال كلها أخبار بتعلي من قيمة نجمنا اللي لسه من دقايق جايب جون في لمنتخب مصر في الدقايق الاولى، واللي اعتقد انه اخبار الهدف ده كمان هتتصدر الصحف وهتتصدر طبعا كل وكالات الانباء العالميه، لانه حركه تصرف صغير لصلاح يفرق جدا ويراقب جدا. عشان كده ورغم ان احنا مبسوطين جدا من اداء المنتخب الوطني، قبل بدايه المباراه بدقائق كان في برضه حاله من الازدحام كده على صلاح، كانت غريبه شويه وما كانتش مفهومه بالنسبه لي انا شخصيا، لكن بسرعه الدنيا ظبطت، والاداء العظيم ده يخلينا نحس انه احنا فخورين طول الوقت بنجومنا. ليه بقول لكم بقى محمد صلاح متصدر حتى من قبل مباراه مصر والسنغال النهارده؟ لانه طبعا الحديث عن انتقال محمد صلاح من ليفربول لاي نادي تاني هو لازم يبقى بيتصدر الصحف، وفعلا صوره صلاح موجوده وتصدرت غلاف صحيفه موندو ديبارتيفو الاسبانيه، واتكلمت بقى عن سيناريوهات مرتقبه، سيناريوهات لانتقال الفرعون المصري، هم دايما يسموا محمد صلاح كده، الى الدوري الاسباني عبر بوابه نادي برشلونه. الصحيفه اتكلمت عن اهتمام حقيقي لتشافي هرنانديز المدير الفني للفريق بمحمد صلاح، ورغبته الشديده في انه يتعاقد معاه خلال الفتره اللي جايه. الصحيفه كتبت في منشات وقالت محمد صلاح يرتفع، ومعناها او بتشير او بتقصد انه طبعا وجود اللاعب محمد صلاح في الدوري الاسباني هو خطوه كبيره في مسيره محمد صلاح، وطبعا نادي برشلونه هو واحد من اشهر الانديه في العالم.
الكلام بقى مش بس عن الارتفاع، لأنه هيروح محطة كبيرة ومكان أكبر ونادي أكبر، لكن كمان المقابل المالي الضخم اللي ممكن يطلبه أو اللي بيطلبه إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا، والشروط التعجيزية اللي هو حطها في طريقة انتقاله للبارسا. وبالتالي كمان نرجع نقارن ده بشروط محمد صلاح وتعاقده مع نادي ليفربول، اللي ما زال لحد آخر التصريحات بيتكلم عن تمسك حقيقي بمحمد صلاح، لكن واضح أنه الاتفاقات المادية خارجة عن أيدي الفنيين يعني. وعشان كده لم يحسم أبدا أنه محمد صلاح قاعد في ليفربول أو هينتقل لعروض أفضل في أندية أخرى، لكن وكالعادة محمد صلاح هو الدرس المتجدد كل يوم بتاع اشتغل كتير، اعمل قيمة حقيقية، وبالتالي سعرك يرتفع مش العكس أبدا. وهو بيضرب في مقتل كل السيناريوهات اللي بتروج لينا عن أنه لا شيء تجارة، أو أن ممكن حد يرتفع قيمته وسهمه بأنه بيقدم ولا حاجة. ده بيحصل بصراحة، لكن محمد صلاح طول الوقت بيأكد لنا الحقيقة المريحة لأي حد مجتهد، أنه اشتغل كتير وتطور وتحسن والعالم هيتبعك. كمان الصحافة اتكلمت عن المواجهة اللي هتجمع بين محمد صلاح وزميله ساديو ماني، المواجهة اللي هي بتحصل حاليا في استاد القاهرة. اتكلمت كتير من الصحف عن التصفيات المؤهلة للمنتخبات الإفريقية لصعودها لكأس العالم قطر 22. من العناوين المهمة اللي اتقالت أنه ESP أن قالت صلاح وماني يلتقيان، الشبكة قالت يلتقي الزميلان في ليفربول محمد صلاح وساديو ماني ضد بعضهما البعض في التصفيات الأفريقية لكأس العالم بعد وقوع مصر في مواجهة ضد السنغال. ميرور قالت صلاح بيواجه ماني بعد كأس الأمم الأفريقية، وصحيفة الميرور قالت أن الثنائي قد يلتقيان في بطولة الكان المقامة حاليا في الكاميرون إذا استكمل منتخبي مصر والسنغال مشوارهما في المنافسة، وهتجمعهم مباراة أخرى هامة في وقت لاحق بتصفيات المونديال، يقصدوا طبعا مباراة يوم الثلاث. The Athlete قالت صلاح وماني يلتقيان في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ليغيب أحدهما عن المونديال. الصحيفة قالت كمان سيقود صلاح منتخب مصر ضد ماني والسنغال في مواجهة ستقام من ذهاب وإياب في تصفيات المونديال إذا تأهل الفائز إلى نهائيات كأس العالم في قطر. دي عناوين كانت من ساعات فاتت، العناوين دي هتتغير أو اتغيرت بعد هدف محمد صلاح، لكن الحقيقة كمان إيفنينج ستاندرد قالت أنه عن لقاء صلاح وماني، أنا بس عايزة أقول لكم قد إيه الاهتمام الكبير قوي بلقاء الزميلان اللي هم كل واحد فيهم نجم. ليفربول صلاح وماني بيلتقيان وجها لوجه وبتواجه مصر السنغال في التصفيات النهائية لمونديال 2022 في قطر. دي جولة كده سريعة زي ما بقول لحضراتكم في ماذا تقول الصحافة العالمية عن محمد صلاح منذ ساعات. الصحافة العالمية دلوقتي بتتكلم عن محمد صلاح، وبالتالي بتتكلم عن أداء المنتخب المصري. أداء المنتخب المصري عندنا فرص، أعتقد كده أنه دايما كانوا في فكرة قديمة تقول لك أن تخاف من النجم أو أي حد يعني ضعيف المستوى يخاف من أنه فريقه يبقى فيه نجم، لأنه يفكر أنه يقول هيخطف الأضواء. لكن الحقيقة نجم واحد في الفريق ممكن يجذب الأضواء للفريق كله، وممكن يجذب الاهتمام للفريق كله. فعشان كده كل نظريات الإدارة وإدارة الكرة وإدارة العمل وكل نظريات الإدارة بتقول دلوقتي العكس، إنه النجم دي ظاهرة صحية جدا، والنجم مهم جدا، ووجوده هو الفايدة الأكبر. أداؤه بقى الكويس جوه الفريق ده كمان فايدة مش بس للفريق، لكن فرص لا حصر لها. عشان كده احنا لما منتخب مصر بيأدي أداء ما يعجبناش كده بيصعب علينا قوي، لأنه عارفين إنه الفرص المتاحة كبيرة وإن الإمكانيات كبيرة. على هامش بقى المباراة النهاردة كان في متابعة مهمة للاستعدادات من الصبح كده، شايفين دخول الناس للاستاد،
النظام المحترم جدا الإدارة أو شركة استعداد وإدارة مصر وآلية تنظيم التذاكر وحجز التذاكر الإلكترونية دي فرقت. إذا كان في حاجة أكتر من إننا نقول 100% فهي فرقت أكتر من كده. التنظيم، تقليل التزاحم، توافد الناس على الملعب من بدري جدا وما يبقاش في تكدس ولا في يبقى في فرصة خالص للتكدس. آلية تنظيم الملعب داخليا ما فيش ولا شكوى النهاردة ترصدت، أو يعني هتشوف ده كمان من ملاحظات الناس لكن بتشوفها طول الوقت قبل الماتش، انك تشتكي من سوء التنظيم للحضور في المدرجات. مفيش، ده مش حاصل خالص. حسينا بشوية قلق كده في الملعب قبل دقايق من بداية المباراة، لكنه مش قلق تنظيمي لكن قلق زيادة الحماس. لكن النهاردة من بداية اليوم نقدر نقول انه بداية موفقة جدا، والحماس الزايد ده تكمل بقى المنظومة دي باننا نلعب كويس، وانه تتوقع انه لو ان شاء الله لعبنا كويس وكسبنا باذن الله يبقى في اعداد لا كبيره جدا بتحتفل وهتتوقع ان تواجد ناس في الشارع، فبالتالي هتلاقي انه في استعدادات حقيقيه لتواجد الناس دي في الشارع والاستيعاب ان ما يحصلش اي هرج وان الحاله تكمل بنفس النظام ده. بنفس القياس لازم نعمل حسبتنا للاخر، الناس دي هتخلص الماتش الساعه 11 بالليل، هتطلع من الاستاد مش قبل 12 وكمان ما بعد 12 لانه الالافات دي بتطلع من الاستاد. وبالتالي كان التنسيق انه عوده الناس دي هيبقى ازاي، المواصلات هتبقى ازاي، وعشان كده خبر جميل وجاي في وقته جدا ان نبقى مركزين مع بعض، ما بيبقاش في حاجه ناقصه. شركه مترو الانفاق اكدت على مد ساعات التشغيل لمده ساعه دعما للمنتخب القومي والجماهير اثناء اقامه مباراه مصر والسنغال المؤهله لكاس العالم. يعني الناس تخرج من الاستاد براحتها، تاخد وقتها، تلحق المترو توصل لحد بيتها ان شاء الله والمترو لسه شغال. شركه المترو وضحت انه مقابله اخر القطارات اللي بين الخط الاول والثاني في محطه انور السادات هتكون 1 صباحا بدل 12 صباحا، ومقابله اخر القطارات بين الخط الثاني والثالث في محطه العتبه هتكون 12:55 دقيقه صباحا. ده شغل جميل وتنسيق جميل، وما تبقاش زي مش عايزه اقول زي العاده، ما تبقاش زي ما بيحصل كتير انه نعمل تورته حلوه وبعدين نحط عليها شويه ملح بسوء تنسيق. ربنا يكمل على خير ويكمل كل حاجه ماشيه كويس وما يحصلش اي حاجه تقلل من فرحه المصريين ابدا النهارده. وما زلنا بنتابع معاكم، واول ما يجي جون تاني احنا كده مترقبين، بان اصلنا طمعنا انه في اول دقائق يجي جون، فاحنا متوقعين انه في اي دقيقه كده ممكن يجي هدف تاني. ويعني لانها سنه الحياه ولانه دايما عمر الناس مش بيتقاس بالسنين لكن بيتقاس بحجم الانجاز والسعاده والرضا اللي عاشها الناس في حياتهم، احنا النهارده واحنا في اجواء مبهجه واحتفاليه كمان في حاله من الشجن في كتير من مش بس في الاوساط الفنيه لكن في اوساط المهتمين بالفن والمحبين للفن بوفاه الفنان القدير الكبير احمد حلاوه عن عمر ناهز 73 عام بعد صراع مع المرض. الفنان احمد حلاوه بحسب الخبر انه حالته الصحيه تاثرت على خلفيه اصابته بمضاعفات فيروس كورونا وتوفاه الله اليوم. الحاجة الجميلة بقى إنه ما قبل كورونا هذا الرجل الجميل العظيم الحلو واللي ليه نصيب في اسمه عاش حياة إذا نقدر نقول عليها بالمصطلح اللي دايما تقال فول لايف، عاش حياة كاملة مليانة، يعني ما من الناس اللي تقول عاش لحد آخر لحظة، موجود على الشاشة، موجود بأعمال فنية. والنهارده فرق معايا جدا لو انا بقرا عن الاستاذ احمد حلاوه انه المسيره مش بس كانت في الفن، لكن وطبعا الاستاذ الفنان الكبير احمد حلاوه معروف انه اكاديمي كبير في المعهد العالي للفنون المسرحيه، لكن مسيرته الفنيه بقى عايزه اخدكم في جوله قد ايه واحنا بنودع شخص نعرف القيمه اللي كانت عايشه في وسطينا. الفنان احمد حلاوه حصل على بكالوريوس الهندسه سنه 69 وشهادة دبلوم معهد ليوناردو دافنشي للفنون الجميلة تخصص ديكور بعد الهندسة، وبعد هذا بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج
وتخصص تمثيل عفوا وتمثيل واخراج من اكاديميه الفنون بالقاهره سنه 73. الخط الاكاديمي في حياته كان مكمل وحصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحيه تخصص اخراج عام 90. حصل كمان على درجه الدكتوراه في فلسفه الفنون من جامعه الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا سنه 1994. زي ما بقول لحضراتكم الثقل الاكاديمي ده ثروه كانت عايشه في وسطينا وقيمه فنيه كبيره كانت عايشه في وسطينا، والحاجه اللي تفرحك انه ما كانتش قيمه مهمله لكن كانت قيمه مقدره جدا في عالم الفن، والدليل المشاركات العظيمه والمحترمه جدا ليه في 38 فيلم 84 مسلسل 5 مسرحيات. فتقدر تقول انه هذا الرجل عاش حياه كامله متوازنة ما بين المسيرة الفنية والأكاديمية للفنان الراحل الكبير الأستاذ والدكتور أحمد حلاوة. دي حاجة تعزينا في فقد الناس اللي بنحبهم، إنهم عاشوا مبسوطين وإنهم لحد آخر أيام في حياتهم كانوا في قمة عطائهم. كل العزاء لأسرة الفنان الراحل وللعائلة الفنية كلها بوفاة الدكتور أحمد حلاوة. فاصل ونكمل مع حضراتكم التاسعة. مساءكم خير، ولسه بنكمل مع حضراتكم التاسعة، وفي الاستراحة ما بين الشوطين وللي انضموا لينا في هذه الاستراحة ما بين الشوطين في موضوع، يعني مهما انشغلنا بالكورة ومهما استعدينا وفرحنا وانبسطنا بشهر رمضان ومهما حسينا وتابعنا انه في اخبار كتير بتحصل حلوة وجميلة ومبهجة، هيفضل عندنا تحدي لبعض الناس وتقل كبير جدا جدا لبعض الناس، وهم عند بعض الناس هو غلاء الأسعار والتضخم اللي حاصل بسبب أيا كان السبب، الأزمات العالمية، التحديات الاقتصادية، تعويم الجنيه والظرف الطارئ اللي بيفرض علينا أننا لازم نساعد استقرارنا بهذا أيا كانت الأسباب. اوعى حد بقى يغرقك في تحليل الأسباب، واوعى تنسى وانت بتحلل الأسباب أنك تتكلم عن التقل الحقيقي اللي بيواجهه المصريين، وبالتالي لما اتكلم عن وقفة الدولة وعن محاولات الدولة لاحتواء هذا الثقل، هذا لا يلغي أبدا أن هناك ثقل حقيقي. وانت بتدعي كده للمنتخب النهاردة، ادعي كمان أن كل واحد بيعول بيت أو أسرة ما يعديش عليه الوقت ده صعب، وما يعديش عليه الغلا صعب، وما يبقاش أبدا ضحية لجشع أي حد بيستغل الوقت الصعب ده. الأوقات الصعبة بتيجي وبتعدي وهتحصل وحصلت قبل كده وعدينا منها وافتكرناها وحكينا عنها كقصة نجاح، ودي كمان هتعدي ونحكي عنها كقصة نجاح، لكن لحد ما تعدي لازم، يعني إذا صح التعبير، نتواضع جدا وإحنا بنتكلم عن الموضوع ده. ما حدش فينا يتكلم عنه من فوق، ولا حد فينا يقول لك انه بسيط، ولا حد فينا يقول ان لا الدولة مش حاسة بالتحديات. لو كانت مش حاسة بالتحديات كانت أجلت قرار رفع المعاشات بسرعة في 1/4، كانت ما اهتمتش بفكرة الشهادات الاستثمار 18% عشان تنقذ استثمارات الناس. لا، الدولة حاسة بالثقل، واحنا بقى حاسين ببعض ولازم نحس ببعض. واللي فينا كان بيعمل خير كده من باب انه الخير في شهر رمضان وده موسم الخير، لا، الخير بقى عند اي حد يقدر، بقى واجب انساني وما بقاش خير وتفضل وصدقه خالص، ده بقى واجب انساني بيمليه عليك. اذا كنت تقدر وعارف وحاسس ولسه ربنا بيمن عليك بنعمه الاحساس، يعني ان اللي جنبك مش قادر، لازم تعمل حاجه. على كل حال، الموضوع المهم اللي برضو حديث الساعة وسؤال الناس هو شهادات الادخار الجديدة والعائد بتاعها 18% كده، وبدون تفكير أي حد عنده مدخرات هيبقى شايف أن ده استثمار مهم جدا وجيد جدا، والدولة طرحته في بنكين حكوميين، بعض البنوك الحكومية فتحت أبوابها على مدار الأيام اللي فاتت، وتحية بصراحة اللي بيشتغلوا في البنوك. وكمان الخبر المهم جدا انه النهارده وبكره البنوك مفتوحه لاستقبال طلبات اصدار شهادات الادخار ذات العائد 18%.
رقم مهم جدا عن حصيلة هذه الشهادات. رقم هو مش مهم انك تقول ان في فلوس كتير ولا في فلوس قليلة، ما هي فلوس موجودة جوه مصر، لكن الرقم كبير 57 مليار جنيه. ده يخليك تترجم انه رقم كبير جدا، ويترجم لنا اسئلة كتير بقى عايزين نسألها لأساتذة التمويل والاستثمار عن التزامات الدولة وعن البنوك وعن تفاصيل كتير يمكن احنا لسه اللي ما عملش الشهادة او اللي بيفكر او القلقان او اللي عنده شهادات تانية لسه عنده اسئلة كتير. دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار معانا على التليفون، ومساء الخير على حضرتك. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور هشام، مباشرة كده في حوالي 35 سؤال هسأل حضرتك منهم في ثلاثة النهاردة. أولاً، شهادات الـ 18% من الناحية الاستثمارية بالنسبة لأي حد عنده مدخرات مالية هي حل جميل جداً، لكن دايماً السؤال اللي عند الناس اللي عاملة شهادة بـ 11% واللي لسه استحقاقها بعد سنتين، واللي عامل شهادة بـ 12% وأياً كان بقى النسب السابقة، دول حضرتك تنصحهم بإيه؟ وهل تنصحهم بأنه يتعجل ويفك الشهادة بتاعته ولا يستنى؟ أول فئة عندها أسئلة ولسه مترددة هي الفئة دي، رأي حضرتك إيه؟ هو بداية حضرتك بديتي بالسؤال الأصعب، بس هو مش صعب بس على حضرتك، هو صعب على الجميع، لكن هو هيبقى سهل تماما على موظفي البنوك، بمعنى أنه ما انصحش أنه أي مواطن ياخد قراره في هذه المسألة بقطع الشهادة قائمة والدخول في الشهادة الجديدة إلا بعد ما يستشير موظف البنك. ليه؟ لأنه هذا القرار بيبنى على عدد من الأمور. الأمر الأول هو سعر الفايدة على الشهادة الحالية بتاعته كام؟ المسألة الثانية هو تاريخ ربط الشهادة دي كان إمتى؟ وتاريخ صلاحية أو انتهاء صلاحية هذه الشهادة إمتى؟ والعوائد اللي حصلها قد إيه؟ وبالتالي قد يكون أو في الجزء الأكبر هيبقى تكلفة القطع لا تغطي الانتقال من الشهادة الحالية للشهادة الجديدة، أخذ في الاعتبار أن الشهادة الجديدة مدتها سنة بس. يعني لو كان الشهادة الجديدة دي مدتها سنتين أو ثلاثة كان ممكن يبقى الاتجاه الأقرب أنه يحصل قطع للقائم حاليا ويحصل دخول فيه الجديد، لكن أما وأنه أجل الاستحقاق للشهادة الجديدة هو عام فقط، فقد يكون تكلفة قطع الشهادة الحالية توازي تكلفة أو العائد اللي ممكن أنه يحصل عليه إذا ما انتقل من الوعي الحالي للوعي الجديد. لكن نرجع نقول ونأكد تاني على أنه على المواطن أنه يشوف الموظف الخاص بالبنك بتاعه، يسأله، هيفتح قدامه الشاشة، هيبص على تاريخ البداية، تاريخ النهاية، العوائد اللي اتحصلت قد إيه، وحل القرار. ساعتها موظف البنك هينصحه بكل تأكيد بمنتهى الأمانة هل الأفضل أنه يقطع الشهادة الحالية ويدخل فيه الشهاده الجديده او يستمد في القائم حاليا. طيب، يعني يا دكتور حضرتك بتقول ما فيش قاعده، لانه العوامل الكتير، سعر الفايده بتاعه الشهاده وتاريخ الربط وتاريخ الانتهاء، دي كلها عوامل تختلف طبعا من واحد للتاني. ممكن تكون تكلفه القطع تتخطى 60% من العوائد اللي هو حصلها فعليا. بالظبط. وبالتالي علشان كده بناكد على انه ما يجبش انه المواطن البسيط العادي ياخد القرار منفردا عن موظف البنك، لانه مهم قوي انه يستشير، لانه دي ليها حسابات كتير. بالظبط. يعني حتى لو كان، يعني مهما كان او مهما بدا 18% ده رقم مغري، لازم تحسب حسبتك بناء على حجم مدخراتك. ويعني خلينا نقول مثل يا دكتور، احنا بنفهم اكتر بالمثل. يعني مثلا لو انا عامل شهاده السنه اللي فاتت ومدتها 5 سنين وفايدتها 11%، بحسبه تقريبيه كده انا هخسر ولا هكسب لو فكيت الشهاده اللي قدامها لسه 4 سنين ورحت عملت شهاده 18% لمده سنه؟ هو نقطه البدايه اولا هو الشهاده الحاليه بدت امتى؟ والعوائد اللي اتحصلت عليها قد ايه؟ بدت من سنه مثلا، بدت من سنه لو العائد 11% يبقى هو حصل على 11%. لما هيجي يقطع هذه الشهاده هيسترد جزء من العائد اللي هو حصل عليه. يعني ال 11% اللي هو خدها على مدار سنه ممكن انه يتخصم منها في الغالب 6%، ما بين 5 و6% من العوائد اللي هو خدها. بالظبط. وبالتالي القيمة الإسمية بتاعته القائمة حاليا مش هتبقى هي، هتبقى أقل. وبالتالي لما يجي يدخل في الشهادة الجديدة اللي هي ب 18%، فاحنا بنتكلم ممكن يكون خسر مثلا هو 6%، والفرق ما بين ال 11% وال 18% 7%، فحسبة بسيطة نقول انه لا يدخل في الجديدة، بس اخذا في الاعتبار انه الجديدة مدتها سنة بس، لكن الشهادة القائمة حاليا لسه قدامه 4 سنين. هل لو هو خد هذا القرار
ودخل في الشهاده الجديده وانتهت بعد سنه، سعر الفائده بعد سنه هيكون 18 ولا هيكون 11 ولا هيكون اقل من كده؟ بالظبط، دي حاجه بقى مش معروفه عند اي حد، مش كده؟ عشان كده بنصح المواطن العادي انه يستشير موظف البنك، وفي النهايه طبعا القرار هيكون لصاحب الاموال او صاحب الشهاده، لكن عليه انه يستعين للاستشاره بموظف البنوك. طيب سؤال تاني بقى يا دكتور، وهو ال 57 مليار ده رقم كبير، و 57 مليار دي استثمارات يعني بعضها جه من استثمارات دولاريه تحولت لجنيه مصري. لا مبدئيا احنا تخطينا هذا الرقم بكثير. بجد؟ بقينا كام تقريبا؟ يعني تجاوزنا ال 150 مليار. واو، ده رقم كبير قوي. ودي اعتقد انها بعضها مصدرها مدخرات دولاريه تحولت لجنيه، وبعضها مصدرها مدخرات في بنوك اخرى، مش كده؟ هو مبدئيا هيكون ثلاث امور. الامر الاول هو شهادات او اعمال داخليه قائمه حاليا بيحصل استبدال او فدي اموال داخل البنوك ذاتها. بالظبط. الامر الثاني هو الفريشمان اللي بيجي من بره. والجزء الثالث هو اللي عنده نقد اجنبي وبيتنازل عنه ويحصل على جنيه علشان يوظفه بال 18%. مبدئيا الارقام بتقول لنا حتى الان انه حصيله التنازل نسبه الزياده فيها تتجاوز ال 50%. يعني اذا كنا احنا معتادين على رقم لبيع نقد اجنبي داخل البنوك حاليا، لا النسبه تتخطى ال 50% زياده عن المعتاد داخل القطاع المصرفي. معنى كده ايه؟ معنى كده امرين. الامر الاول انه حائز الدولار شايف انه الدولار وصل لنقطه مرتفعه يمكن ان ينخفض من بعدها، وبالتالي بيستغل وصول الدولار لنقطه عاليه عشان يبيع عندها، علشان لو الدولار بدا يتراجع يبقى هو كسب. يبقى هو كسب. المساله الثانيه هو ال 18%. فالمقارنه ما بين مش بس سعر الصرف لكن كمان ما بين سعر الفائده على العملتين، بمعنى انه الجنيه بيدي 18%، الدولار بيدي 1.2%. فالاحتفاظ بالدولار معناه خسائر قد تتجاوز 15%. فهي المساله انه ممكن ان انا احقق مكسب في سعر الصرف انه انا ببيع عند نقطه عاليه، والمساله الثانيه انه انا بستفيد بفرق الفايده فيما بين على الفايده على الجنيه والفايده على الدولار. ده حلو جدا المعلومه دي، لانه يعني اللي حاطط الدولار ومتوقع انه يزيد اكتر من كده، حضرتك شايف انه ده قريب او ده احتمال بعيد؟ هي الحسبه كالاتي، اللي معاه دولار وعايز يحتفظ بيه تمام، ده على امل انه بعد سنه هيعوض فرق سعر الفايده ما بين الدولار والجنيه قفزه في سعر الصرف. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هقول سي كده انه سعر الفائده على الجنيه 18، سعر الفائده على الدولار هفترض انه 3%، فيبقى الفرق ما بين الاثنين 15%. لو احنا بعد سنه هنفترض او هنبني احتمال انه سعر الدولار هيزيد قدام الجنيه 15%، اللي هو تقريبا بنتكلم على ما يقترب او ما يتجاوز 2 جنيه ونص 3 جنيه، يعني الدولار يقفز من المستوى الحالي هنقول مثلا 18 يبقى ب 21 جنيه. هل ده احتمال قائم ولا مش قائم؟ كل واحد بيحسبها، بس اخذا في الاعتبار مساله اهم للغايه. انه احنا حاليا احنا بنعيش ازمه عالميه، ازمه ماليه عالميه حقيقيه. لا احنا بديناها ولا احنا هننهيها، ولا احنا عارفين هي بدت الحقيقه ليه، ولا احنا عارفين هي هتنتهي ازاي. فاحنا الحقيقه كلنا راكبين في سفينه. للاسف الشديد اللي بيقودوا السفينه على المستوى الدولي هم الكبار اقتصاديا اللي غاب لغه العقل والحكمه، والحقيقه بيجروا المجتمع الدولي كله لدفع ثمن ليس لهم فيه ناقه ولا جمل. وبالتالي احنا الحقيقه مساله انه الدولار احنا مبدئيا الحسابات بتاعتنا الحقيقه طبعا انه احنا خفضنا قيمه الجنيه بنسبه جيده، لكن المفترض انه ان شاء الله الامور تسير على خير، لكن اخذا في الاعتبار انه الازمه المشتعله دي وحرب تكسير العظام اللي بيتم فيما بين سريع. الكبار احنا مش عارفين هينتهي بينا لحد فين، لكن مؤكد الحكومه، وده اشار ليه الخارج رئيس مجلس الوزراء امس في على هامش افتتاحه لمعرض اهل رمضان، الحكومه مجهزه نفسها لكل السيناريوهات بما فيها السيناريو الاسوء. طيب بشكرك، بس قبل ما انهي مع حضرتك عايزه بسرعه جدا حضرتك تقول لنا تحديات البنوك الخاصه، اذا كان في اموال بتخرج منها هل ده تحدي كبير، وتحديات الدوله ايضا في تسديد ال 18%، الرؤيه لاداره كل هذه التحديات الكبيره في مجال الاستثمار جوه مصر ممكن تكون روشته الخروج منها ايه؟ طيب صحيح في تحدي بالنسبه للبنوك الخاصه.
بس خلينا نقول مسألة أهم للغاية، والحقيقة نعطي لأصحاب الحقوق حقها، البنك الأهلي وبنك مصر، إنه الحقيقة هي بنوك عامة تضاد بخبرات مصرية خالصة، ولكن الحقيقة اللي موجود عندهم وأتمنى يكون موجود في كافة البنوك الخاصة هو البعد الوطني. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه البنوك دي بتتحمل تكلفة كبيرة جدا، البنك الأهلي وبنك مصر بيتحملوا تكلفة كبيرة، بعيدا عن حسبة المكسب والخسارة القريبة، هم هدفهم اعلى او اكبر من مجرد انه البنك بتاعه اللي هو بيديره يعمل ارباح. حسبته انه الوضع الاقتصادي يتحسن، ولما الوضع الاقتصادي يتحسن هو كبنك هيستفيد. بالظبط، وهو دي البعد او وجهه النظر اللي بطلبها في كل البنوك الخاصه واداراتها، انه صحيح معيار المكسب والخساره معيار مهم لازم تغلبه، لانه هتتحاسبوا عليه وهتاخدوا مكافئات وحوافز عليه. طيب. لكن كمان نأكد على انه كل ما الوضع الاقتصادي هيتحسن، وده اللي احنا الحقيقه الهدف اللي لازم نغلبه جميعا، ان احنا كلنا الحقيقه مصريين لازم نغلب هدف انه الاقتصاد يتحسن، ولما الاقتصاد يتحسن كلنا في النهايه كبنوك هنستفيد. بالظبط، بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار. تحديات حقيقيه، محاولات حقيقيه وجاده جدا من الدوله لانها تواجه التحديات دي. احنا كمان هنتغير في الفتره دي، هنتغير طريقه ادارتنا لاموالنا. هو حتى واحنا بنسال كده دكتور هشام بنعرف معلومات، اعتقد انه كتير مننا ما كانش بيركز قوي في الحكايه دي، ولو فكينا وعملنا وغيرنا ما حدش بيركز قوي في التفصيله دي، لكن هنتعلم، هنتعلم ندير اموالنا، هنتعلم ندير اقتصادنا واقتصاد الاسره، هنتعلم نستغنى عن حاجات احيانا، هنتعلم نبص جنبنا ونشوف حوالينا احيانا تانيه، وهنعدي وهتخلص الفترة دي وهنفتكرها ونقول انها قصة نجاح جديدة احنا قدرنا عليها. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم ونكمل في برنامج التاسعة، وكمان عندنا متابعة لأخبار الماتش، احنا دقايق ويبتدي الشوط الثاني من مباراة مصر والسنغال، ولسه بنتابعها كده جنبا إلى جنب مع متابعتنا للأخبار. مساءكم خير، وبنكمل مع حضراتكم برنامج التاسعة. في الأزمات الاقتصادية طول الوقت بيظهر نوعين من الناس، نوع اللي بيقدر يتكيف ويعدي الأزمات، ونوع اللي بينتفع من هذه الأزمات، وفي الغالب المنتفعين من الأزمات هم تجار هذه الأزمات. طبعا البيتكوين أو العملات الرقمية هي بقت جزء من الواقع الجديد والواقع الافتراضي، لكن كمان ده لا ينفي أنه في تجار لهذا للمستقبل ده، وتجار بيستغلوا عدم معرفة الناس بتفاصيل إدارة الأمور، قوانين كل دولة بتنص على إيه، وبالتالي العملات الرقمية في بعض البلاد بدأ التعامل بيها على استحياء يعني، وبشكل قليل جدا وفي نطاقات المتخصصين، لكن كمان هي بتشكل مخاطر حقيقية في الاقتصاد العالمي، لأنها في كل بلد ليها قوانينها زي ما قلت لحضراتكم، وبالتالي دولة زي مصر مثلا البنك المركزي بيجرم الإتجار في العملات الرقمية والتعامل بها. احنا محتاجين نفهم، لأنه بالتأكيد في وسطنا هنا ناس عايزين يستثمروا في عملات رقمية، أو شايفين أنها مستقبل استثماري جيد، أو شايفين أن التحديات الاقتصادية ممكن يكون لها منفذ، أو شايفين ناس حققت أرباح حقيقية من الاستثمار في العملات الرقمية. التفاصيل دي لو كانت قريبة أو بعيدة على الأقل نكون فاهمينها وعارفينها. دكتور عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي ممكن بقى يوضح لنا كل هذه الأسئلة. مساء الخير عليك يا دكتور، وعذرا أننا خدناك من متابعة الماتش. ميرسي يا فندم. مساء الخير يا دكتورة دينا، ازي حضرتك وازي السادة المشاهدين؟ أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بسأل يا دكتور عن الإتجار في العملات الرقمية. أولا قول لنا ايه هي البلاد اللي من الممكن فيها ان الشخص يمتلك عملات رقميه ويتعامل بيها، وتعامل ايه شكل التعاملات في العملات الرقميه دلوقتي في الاقتصاد العالمي اولا قبل ما نرجع لتفاصيل التعامل بيها في مصر؟ امريكا سمحت لبعض مكنات الاي تي ام لتداول هذه العمله ضمن شبكه محدده، رجعت بعد كده لغت هذه الماكينات، وبعدين رجعت مرة أخرى أجازت في هذه التعاملات، لكن دائما شركات خاصة هي اللي بتقوم على الموضوع لمجموعة من الأشخاص المشتركين في بورصتها اللي هي أونلاين موجودة فقط على الإنترنت دون وجود أي غطاء مالي للتداول.
يعني تاني شركة ممكن تعمل مجموعة ماكينات وتوزعها في أكتر من مكان وتتفق مع بعض المتاجر الإلكترونية إن أنت ممكن تاخد العملة بتاعتك اللي أنت دفعت فيها قيمتها فلوس لهذه الشركة الخاصة، تاخد مقابلها خدمات أو سلع من بعض المتاجر الإلكترونية. تمام. لكن هل ده نظام كامل جوه أمريكا؟ لا. لا. وزي ما حضرتك بتقول بيطبق بشكل مرتبك، يعني بنجرب ونرجع في كلامنا. صحيح. طبعا للاكثر من سبب، ما لهاش مخزن قيمه، ما فيش لها حاجه مساويه من الذهب او من الاراضي او من اي شيء، ما لهاش اي قوانين بتنظمها لا على مستوى العالم ولا جوه امريكا نفسها. كل بنوك العالم حتى هذه اللحظه بتحظر تداول العملات الرقميه او الالكترونيه. وبعدين يعني خلينا نفكر مع بعض في اللحظه، اذا كان الاتجار في العمله الحقيقيه محظور وفي مشكله، احنا ازاي بنحول عمله رقميه للتجاره؟ طيب البعض هيقول لحضرتك ده استثمار، انا بدفع قيمة حاجة سميها خدمة سميها حاجة فيرتشوال او غير موجودة، بس انا بدفع قيمتها وبستثمر وبنتظر لما سعرها يعلى. هل ده حقيقي؟ والله يا فندم اللي رايح يغامر مغامرة في حاجة يدفع فلوس لموقع على الانترنت هو مش عارفه ولا شايفه ولا يعرف من اللي وراه، ويقول له انا ملكتك بيتكوين او اي اكس من اسماء العملات الرقمية، هو مسؤول عن مغامرته دي. انت لا بتتعامل مع حاجه معروفه ولا قانون بيحمي لك فلوسك ولا في حمايه للمستهلك اللي هو حضرتك ولا اي حاجه خالص. ايه ما هذا الاستثمار اللي انا هروح له؟ تشتري ما تشتري ارض تحطه في بنك عندك الصوت دكتور عصام. طيب هنحاول نتواصل مع دكتور عصام مره ثانيه، لكن الكلام اللي بيقوله دكتور عصام يعني ده يخص مصر بالمناسبه، وكلام خطير ومهم. متاكده ان كتير قوي من اللي بيسمعونا هيقول لك لا انتوا مش عارفين ده في ناس عملت مليارات. في ناس عملت مليارات، لكن ماذا لو؟ يعني لازم وانت بتقرر تستثمر هذه المليارات تبقى عارف ازاي تسترجعها. وزي ما دكتور عصام لمح كده وقال انه في امريكا بتطبق وترجع تتغير النظم، فما فيش نظام ثابت. اللي قادر على هذه المغامره هو قدها، لكن في مصر بقى قولا واحدا هي مجرمة، التجارة في العملة الإلكترونية مجرمة، وهي تقع تحت طائلة الجرائم الإتجار في سلع وهمية ما زالت في مصر. احنا محتاجين نفهم التفصيلة دي، وضع العملة الرقمية في مصر ايه. دكتور عصام رجع معانا على التليفون، اهلا بحضرتك مرة تانية. بسأل يا دكتور عن الوضع في مصر، احنا بحسب ما احنا فاهمين كده انه البنك المركزي بيجرم التعامل بهذه العملة، بمعنى ايه؟ يعني ايه؟ يعني هل انا متاكده ان في مصر كتير من يروجوها، بس قول لنا بس القصه وراء هذا التجريم. بيجرم التعامل على العملات الرقميه، واحنا بننصح ان هذا القانون كمان او يبقى في قانون اخر لكمان اللي يروج ليه. انا ما ينفعش يبقى في محتوى على الانترنت سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او ايا كانت منصات التواصل الاجتماعي ان ناس تتروج اليه بحكم انهم مشاهير. ما ينفعش حضرتك بكره اعلاميه مشهوره تطلعي تتكلمي عن البيتكوين وتقولي للناس استثمروا فيها. لا ده غلط. يعني لازم طائله القانون كمان تصل لهذا التأويج، لان في كتير من اللي بيقدموا محتوى بيسمحهم ملايين. احنا بالمناسبه احنا عندنا قضيه كبيره جدا في موضوع المحتوى. طب. عندنا قضيه كبيره جدا في السوشيال ميديا. القضيتين دول كمان مرتبطين بامننا القومي، عشان كده دول كلهم جوه منظومه المفروض نفكر فيها كمجتمع اسمها التنميه الرقميه. ممنوع حد يروج. القانون الحالي ما بيتكلمش عن الترويج، بيتكلم عن التداول بالظبط. لكن اعتقد ان احنا عندنا من الحلول القانونيه او بعض القوانين اللي ممكن تربط ما بين الترويج عموما لاي عمل شاذ. لكن يعني لكن قولا واحدا بعض اللي بيقوموا بالاعمال المحتوى بيروجوا ليها، ده دول مدفوع لهم فلوس. لا عشان ده موضوع تاني يا دكتور. ده موضوع تاني يا دكتور. لكن قولا واحدا الترويج الاتجار في العمله الالكترونيه جريمه في القانون المصري. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عصام الجوهري، استاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي. وفاصل ونرجع نكمل محاضراتكم التاسع. مساءكم خير. وفي الشوط الثاني من مباراة مصر والسنغال في حالة من الترقب الشديد، طبعا عشمنا زاد وطبعا توقعاتنا عاليه بعد الهدف الأول في أول 4 دقائق من الماتش. الهدوء ده مزعج للأعصاب جدا ومخلينا مترقبين هدف كمان وطمعانين في هدف كمان،
بالتأكيد في محاولات دفاعية شديدة من السنغال وهجومية أيضا شديدة من السنغال. كريم بيبرز زميلنا العزيز يشرح لنا تفاصيل أكتر وتفاعل الجمهور لحد دلوقتي مع الماتش عامل إزاي. مساء الخير عليك يا كريم وشكرا لعودتك لنا مرة تانية. مساء الخير عليكي مره تانية يا دينا ومساء الخير على جميع مشاهدينا. دلوقتي فعلا الجمهور زي ما قلتي هو في حاله ترقب، في حاله قلق، الاعصاب كلها مشدوده. يمكن احنا الشوط الاول في اول اربع دقائق جبنا الهدف عن طريق محمد صلاح وهدف برده معاكس، يعني ما زال برده هم حاسين فريق السنغال ان هو قادر يمسك كوره. الشوط الثاني فريق السنغالي فعلا نازل ضاغط بشكل كبير جدا، هو فريق كبير اللعيبه اللي فيه كلها محترفين، مش عايزين نقلل من الخصم. يمكن ده كمان رأي الجمهور هنا ان الخصم ده كبير جدا وما كانش متوقع، يعني توقعات كانت متباينه 50% و50%، لكن الاماني والطموحات والتفاؤل بوجود الجماهير في الشارع، وجود الجماهير في الاستاد، ده اللي كان بيدي دفعه امل كبيره جدا، دفعه تفاؤل كبيره جدا. لكن الضغط كبير جدا، احنا متأملين والجمهور هنا كمان متأمل من المنتخب المصري ان هو يصمد الشوط الثاني على قدر الامكان، وان هو كمان آملين فيه او طمعانين يمكن اكتر زي ما قلت يا دينا في هدف تاني عشان يطمن القلوب ويثبت الأقدام أكتر للوصول لنهائي أو عفوا لكأس العالم 2022 في قطر. الحقيقة أنه كمان الجماهير يمكن الدنيا برد في حقيقة، لكن يمكن مش برد جدا زي ما كنا متوقعين، ما زادتش درجة البرودة بالتوقع اللي احنا كنا متخيلين. لكن الشباب الصغيرين اللي خلصوا تمارينهم هنا في النادي كان الطبيعي من البرد بيروحوا بيوتهم، لكن كله قاعد ومنتظر. هي فعلا برد، بس احنا كنا متخيلين برد يبقى اكتر من كده كمان الحقيقه، يعني المؤشرات والارصاد كمان كانت بتقول انه هيبقى اكتر من كده، لكن الحمد لله استقر نوعا ما. لكن الحقيقه حتى في عز البرد ده الاطفال والشباب اللي خلصوا تمارينهم قرروا ان هم يقعدوا الحقيقه ويتفرجوا كمان على المباراه، واملين ان شاء الله في هدف تاني. في طموحات كبيره جدا على محمد صلاح وحاطين الامال كبيره على محمد صلاح. تريزيجيه عمل ماتش كويس، كانوا متوقعين منه شغل اكتر كمان. يمكن كمان القلق شويه من الضغط السنغالي على المنتخب المصري، ده اللي احنا شايفينه على وشوش الناس وده اللي شايفينه كمان في الجماهير هنا. بصراحه كده يا كريم من مشاركتك الشعبيه دي النهارده على في ارض الواقع، مين اكتر لاعب خد انتقادات من الجمهور دلوقتي؟ في حقيقة الأمر يمكن احنا قلنا انه كيروش دايما عنده فكرة المفاجآت، دايما بيفاجئنا بتشكيلاته الغريبة، دايما بيفاجئنا الحقيقة ب يعني تشكيلات بيبتدي بيها، تغييرات مختلفة. لكن في الحقيقة انه أكتر حد كان عليه انتقاد يمكن جبهة عمر جابر، الناس شايفة انه بالفعل في هجوم كبير جدا من ناحيه عمر جابر، الجانب بتاعه مفتوح كبير جدا للجانب السنغالي. وانا بكلمك دلوقتي الحقيقه دينا واضح كمان انه كان في هجمه خطيره جدا يعني موجوده من المنتخب المصري، دي من الهجمات اللي كانت قليله على مدار الشوط الثاني، ما عملناش اكثر من اربع او خمس هجمات، لكن واضح ان هي كانت هجمه خطيره جدا جدا من المنتخب. في تفاعل كبير حصل من الجمهور ورايا ويمكن الجمهور اللي ورا الكاميرا كمان تفاعلوا بشكل كبير، فكان عنده امل يعني ادى دفعه امل كده انه وارد كان هيجي خلاص الهدف الثاني. ولكن زي ما قلتي هو الجبهه يمكن اليمنى عندنا اللي بيتقدم محمد صلاح، لكن خلفيتها عمر جابر هي اللي عليها انتقادات كبيره الحقيقه، انه قادرين يعدوا بشكل كبير جدا ويوصلوا للمرمى عندنا. لكن عندنا طبعا الشناوي قادر ان هو يحمي عرين المنتخب المصري، لكن زي ما شايف برضو واضح انه الهجمه لسه مستمره، واضح انه يعني خلاص انتهت، ولكن واضح ان هي كانت هجمه خطيره جدا للمنتخب المصري. انا كان نفسي نفضل معاك بس لحد ما يجي الجون، لكن يعني ملناش نصيب المره دي. شكرا كريم، شكرا جزيلا للمشاركه والمتابعه وطول الوقت المشاركه من مدرجات الجماهير امتع بكتير جدا من اي متابعه للماتش، عشان كده الكوره تحب اللمه. فكل التحيه لزملائنا ومراسلينا اللي كانوا معانا النهارده، كريم بيبرس من مصر الجديده والزميل محمود جميل كان موجود كمان معانا النهارده لمتابعه الفعاليات تفاعل الناس من المركز الاولمبي في المعادي.
واحنا معاكم بنكمل ونسيبكم بقى في الدقائق الاخيره من الماتش. نتمنى كل التوفيق حتى وان انتهى الماتش بهذه النتيجه 1-0. احنا كسرنا الحاجز ويبقى مباراه يوم الثلاث ان شاء الله تكون حاسمه، لكن نتوقع ان شاء الله كل التوفيق لمصر. اجمل ما في الكوره هي النتائج، وهي كرة نتائجها سريعة، فاحنا بننتظر نتائج حقيقية ونتمنى يا رب ان كل الالاف اللي موجودة النهاردة بتتابع في البرد كده زي ما كريم كان بيقول تحتفل وتتدفى كده بالفرحة، ويبقى حاجة مشجعة لينا كلنا. كل التوفيق للفريق المصري، وبشكركم. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، اشوفكم على كل خير.